It's all about entertainment. I went out there. كل شيء يتعلق بالترفيه. ذهبت إلى هناك وأنا مستمتع. تين شين بطل شاب عظيم، هو كأسد جائع. كان لدي خبرة أكثر في المستوى العالي، لم ينهزم من قبل وأنا كذلك لم أنهزم، وهذه المنازلة استعراضية فقط ولن تدخل سجله كهزيمة، وهذا ما ينطبق علي أيضا. كل شيء يتعلق بالمتعة، لكن في الوقت الذي ألهو فيه بالطبع أريد أن أحصل على بضعة دولارات فقط بينما أنا أستمتع، لذا فعلنا ذلك.